السلام عليكم، مرحبا بكم. انا محمد امين مهدوري، عمري 24 سنه وجيتكم من تونس. انا عامل الماجستير المهني في السلامه المهنيه والمرفقه البيئيه للمؤسسات. كنت قد سمعت مشروع ريزمايل عن طريق اصدقاء بالجامعه، وكان فكره جيده جدا، ويعني كنت شجع زملائي على المشاركه في مثل هذه المشاريع. وكي شفت الوركشوب هذا يتحكي على الاسسمنت والاكسسبيليتي، كنت قد أبدرت اهتمام كبير، لأني كنت في فرنسا بالفولنتير ميشن تبعي. تطرقت لهذه الأشياء، يعني اشتغلت مع ذوي إعاقة واشتغلت بترينينجز، يعني مشابهة للترينينجز اللي عملناهم بالوركشوب هذايا. لكن استفدت من الوركشوب هذي إنه خدمنا بالستاندرز وخدمنا بالتشيك ليست اللي هي الستاندرز تبع الـ ADA والـ ADA Accessibility Guideline. كنت قد تعلمت كثير من الأشياء، وكانت إكسبرينس جيدة مع كل الأصدقاء والزملاء والترينينج والمشرفين على هذه الوركشوب، ونتمنى نعمل مثل هذه الوركشوب في كل دولنا العربية والعالم.